اليوم إخوان عبروا على واحد الوقفة احتجاجية، حول على واحد المحطة. هذه المحطة كنا درنا واحد طلب للعامل باش يحطوا لنا محطة حدا سوق ديال أنفار بلاس، باش نحاولوا ندير هذيك المحطة باش يحاولوا يخدموا فيها. تعرفوا بلا أي مركز تجاري خصو يكون قدامه واحد ستاسيون ديال سيارة الأجرة، يكون محطة ديال سيارة الأجرة. إذا حنا باقي ماشي طماطول كاين في الإدارة مع العامل، لأن هذيك ملي حطينا اليوم الكروكي وحطينا اليوم الطلب وحطينا لهم خاصهم يخرجوا واحد اللجنة ديال سير الجولان، وتخرج واحد اللجنة من العمالة باش تعين لنا واحد المكان في هذاك الموقع اللي أنفاس ديال مقابل سوق ديال أنفار بلاس. إذا حنا دابا تنطالبوا الإخوان، تنطالبوا من السلطة باش نبقى واحد الوقت موقت بلا ما تحطت لنا المحطة. إذا تنشوفوا الإخوان يحيدوا سيارة الأجرة من حدا المركز حدا السوق المركزي. ما يمكنش باش الإخوان، وتتعرف لله السوق المركزي كبير بالنسبة لشارع لاكورنيز والمحطة ديال عين دياب اللي معروفة في الدار البيضاء. هادوك الناس إخوان كاين الرواج ديال العمل تما، وكاين الزبون تيبغي سيارة الأجرة. إذا خصنا حنا تنطالبوا، قلنا لهم أعطونا موقات بلا ما حطينا المحطة في مقابل المركز التجاري. هذه الوقفة احتجاجية اليوم كانت عبارة عن المنع ديال سيارة الأجرة اللي تمنعوا الإخوان ديالنا من الوقوف ديالهم على مستوى عين دياب، كنتمنعوا باش ما نوقفوش، مع العلم أننا عندنا قرارات بلدية كتقول بأنه الطاكسي خصو يشتغل تحت واحد الضوابط، القرارات العاملية القرارات البلدية، بأن الطاكسي كيوقف بدون محطات بدون كيهز المواطن وكيحط المواطن لا أقل ولا أكثر. اليوم كنتفاجئوا بالمنع ديال سيارة الأجرة. حنا ككونفدرالية درنا مراسلة للسيد ولي الأمن بالموضوع، ودرنا رسالة للسيد ولي الجهة الدار البيضاء السطات في الموضوع، بأن القطاع ديال سيارة الأجرة تعرض للتعسفات وغادي يدير وقفة احتجاجية ديالو في المنطقة الساحلية. كنتفاجئوا أنه تحاصرنا في شارع الجيش الملكي، شارع الجيش الملكي تحاصرنا، بقينا تما اللي وقع ثلاثة ديال العناصر ديالها، وقع ثلاثة ديال الانكسارات اللي راه هزاتهم لومبيلونس ديالنا بشهادة ديال التقرير. غنتابعوا إن شاء الله الملف ديالهم وغنديروا التقرير ديالنا في الموضوع، بأن القطاع ديال سيارة الأجرة تعرضنا ثلاثة ديال العناصر، جوج ديال الاعتقالات وثلاثة ديال المنع ديال الكسر، تعرضوا لهم الإخوان ديالنا. حنا إن شاء الله بصدد أننا غنديروا رسالة في الموضوع للسيد لوزارة العدل، وإن شاء الله غادي بصدد أننا نشوفوا السيد ولي الجهة الدار البيضاء مع العلم ان عندنا رساله ديالنا وتعرضنا للمضايقه وكنمارسوا حقنا في الدستور، حقنا مشروع وكان بدون تعطل السيارات، بدون حبس الطريق، بدون بزاف ديال الحوايج، وكنتعرضوا لواحد المجموعه ديال الضرب والانترفونسيون بحال كاننا ماشي حنا مهنيين وما جيناش كنطالبوا بحقوق ديالنا. شكرا. انا نقول لك واحد الحاجه، بغيت قبل ما نبدا نقول لك شنو هو المشكل. كاين انا لا نقابي لا منتمي لا النقابه، ولكن عندي سياره الاجره. انا من دوك الناس ديال ولاد باب الله، كنقلب على راسي، كنقلبوا على طريف ديال الخبز. هذيك المنطقه اللي كنوقفوا فيها حنا أنفار بلاس كاينين الناس خدامين، كنديهم كنوصلوا تما، وحنا ديك المنطقه اصلا ما كناش كنوقفوا فيها بزاف ديال الطاكسيات، يعني واحد خمس طاكسيات او ست طاكسيات الا كانوا واقفين ملي كانوا خمسه طاكسيات ولا سته واقفين، يعني السابع اوتوماتيكمون ما كنوقفوش تما، حيت عارفين ما عندناش ليسباس فين غادي نوقفوا. وكنتمناو حنا شي مساعده من عندنا، يعني يديروا معنا حل.